مجلة ديال ذا تايمز نشرت واحد الخبر في 2020 تتقول على ان عصابة شفروا المواقم والمجوهرات من داخل القصر الملكي ديال محمد السادس. الزوج ديالي مجرد تاجر كيبيع ويشري في هذا الشيء ديال الذهب وسميتو غير تصيد هاد التصيده هادي وعامت هو يبقاش ولدي مشدود على والو. انا زوجي محكوم عليه ب 10 سنوات اللي كنشوف ان الحكم شويه قاسي في حقه والذنب ديالو انه شرى ساعه بمبلغ باهظ. زاكستر إذا كنت كتعتقد على أن الساعات اليدوية هي فقط باش نشوفوا الوقت فأنت مخطئ يا عزيزي. الساعة عندها وظائف أكثر بكثير، هي نوع من أنواع الزينة عالية التقنية تتختلف القيمة ديالها على حسب الندرة ديالها والعلامة التجارية حتى النوع ديال المجوهرات اللي فيها، وكل ما كانت الساعة نادرة كل ما الثمن ديالها تيطلع إلا بغيتي تبيعها من بعد. هايدي انتي شوفوا معايا لهاد باتيك فيليب مكونه من الذهب الابيض 18 قيراط، تخيل معايا من بته ب 890 ماسه خالصه، الثمن ديالها بشحال؟ 1.2 مليون دولار اللي هي مليار و200 مليون مغربيه ديالنا و900 الف مليار دينار جزائري. مجله ديال ذا تايمز هي واحد المجله بريطانيه نشرت واحد الخبر تتقول على ان عصابه شفروا المواقم والمجوهرات من داخل القصر الملكي ديال محمد السادس. تخيلوا معايا 25 واحد متورط في السرقه ديال المواقم والمجوهرات، منهم عضو سابق في القصر الملكي ورجل امن وعدد من تجار المجوهرات. وحسب واحد الصحيفه محليه اللي مغربيه، تهم اللي موجهه لهاد المتورطين هذه هما الكشف عن الاسرار واساءه استخدام الثقه والسرقه الموصوفه، وهاد التهم هادو هما واحد الجرائم عقوبتهم السجن لمدد طويله. مزيان، من بعد ما شفنا بزاف هاد الشيء هذا دابا غادي ندوزو للعائلات ديال احد المتهمين في هاد الشيء هذا وغادي نشوفوا اشنو تيقولوا في هاد الشيء هذا في الاقوال ديالهم. هيا بينا. بغيت غير من بعد التوضيحات اللي عندها علاقه بهاد القضيه، ان الكل كيقول فوالاكم كو هاد لي بيرسون لي مشدودين كاملين راهم لصوص، بالعكس ما عندهم حتى شي واحد فيهم ما عندهم علاقه بالسرقه. هناك سيده واحده هي اللي كانت شغاله في القصر الملكي، هي اللي دارت هاد الشيء كامل، هي اللي سارقه، وهي اعترفت امام الشرطه القضائيه وشرط امام المحكمه انها ما عندها حتى شي علاقه مع حتى شي واحد فيهم. دونك انا زوجي محكوم عليه ب 10 سنوات اللي كنشوف ان الحكم شويه قاسي في حقه، والذنب ديالو انه شرى ساعه بمبلغ باهظ شاريه من عند محل تجاري لبيع ساعات. انا كنستعطف من سيدنا من جلاله الملك، الله يخلي لينا ويسر لينا ويخلي ديما التاج فوق راسنا يشوف بحالنا. راجلي انها جوج عائلات والناس كاملين تما كاع الناس اللي معاه كاملين مخليين عائلاتهم ولادهم ووالديهم محتاجين ليهم، وسخطوا في هاد كوفيد 19 اللي عام دابا كامل ما شفناهش ما عارفينش عليه حتى حاجه. يا ربي يا ربي يا سيدنا تشوف من وجهه. راجلك ارتكب خطا فادح. كيف يعقل ان واحد المكانه مثلا هذه باش تمشي نشريها من شي محل، سورتو اذا كانت مثلا باهظه الثمن، تكون مثلا مكانه ب 500 مليون غادي ندخل لواحد المحل رغم ماشي يعطوني مكانه بحال هكا ويقولوا لي هكا ها صافي سير. لا، انت مخطئ ولا انت مخطئه. تي ريجستريو على انني بسميه كنيه بشحال المبلغ اللي عطيت، واش كاش ولا لا، منين جاي، واش مغربي ولا لا، لا كارت ناسيونال. تعطيك واحد روسو باش لو بغيت نبيعها واحد النهار تمشي نتقدم بداك الروسو ونبيعها لذاك الشخص ولا اي انسان. كيف يعقل على ان واحد غادي يمشي يبيع له مكانه ما غاديش يقول له هذا منين جايبها؟ ضروري عندك محل، يجيو عندك واحد باغي يبيعها، تشوف المكانه انت كواحد مول المحل تعرف ديك المكانه باهظه الثمن، دونك يا اما سرقها يا اما سرقها، دونك داك المكانه عرفها مسروقه. كيف يعقل على ان مكانه تساوي 500 مليون الفوق غادي نبيعها لذهيبي؟ تدخلش للدماغ، مكانه غاليه غادي يشريها من عندي واحد لاباس عليه. الضحيه الثانيه، ودابا تنطلب منك سيدنا تشوف فينا وتشوف في هاد الوليدات، وانا مو ومريضه وباه مريض ووالدتي يصرف علينا ووالدتي يدير علينا كل شيء، تنطلب منك سيدنا تشوف فيهم، الله يخليك لينا ويحفظك لينا ويحفظ لك مولاي الحسن ولاله خديجه، الله يحفظك لينا ويطول لك في العمر لينا، وتنبغيوك وتنحبوك وكنموتوا عليك. كنطلب من سيدنا يعفي لي على ولدي
انا محتاجه ليه ومريضه، عندي مرض السكر، عندي مرض العينين، عندي مرض القلب. ولدي اللي محتاجه ليه، هو اللي مكلف بيا، هو اللي كيصرف عليا، هو اللي شاد ليا بيدي. انا كنطلب من الله ومن سيدنا، وسيدنا حنين وديالنا وحبيبنا وما غاديش يفوتنا، وسيدنا وتاجنا فوق راسنا. يعطيني ولدي، محتاجه ليه، وعمدت وما نشوفش ولدي في هذه الحاله. وكل واحد من جهه ودارهم صاحبين ودارهم بعدياتهم. انا كنطلب من سيدنا الله يزيد في عمره، الله يكثر خيره، الله يعطي صحيحته، الله ينصره. الا ما يفك لي يفك لي على ولادنا، ولادنا كلهم محتاجينهم، عندهم وليداتهم صغار، عندهم عيالاتهم باقيين صغار، عندهم واواتهم كيموتوا، عندهم والديهم. انا كنطلب من سيدنا، وسيدنا ما غاديش يردها في وجهنا، وسيدنا ديالنا هو اللي قادنا، هو اللي سايق بينا، هو اللي الله يعطي صحيحته، والله ينصره وينصر وليداته وجدوده وقبيلته كلها، الله يرحمهم. الا ما يعفو لينا على ولدي، انا راني كنموت وعمدت وما يبقاش ولدي مشدود على والو. تهبوا تهبوا خايبه، وخلوا لينا ولادنا تما مشدودين، وعندهم وليداتهم وعندهم عيالاتهم. شوف سيدنا، عدي انت والله، انت اللي كنطلبك وانت اللي كنرغبك، من غيرك انت والله ما كاين حتى شي حاجه. الزوج ديالي شرى بدون علم، شرى عن حسن نيه، والمتهمه الرئيسيه هادشي كتقولوا في وسط المحكمه، كتقول انه حنايا هاد انايا بعت لهاد السيد هذا ان هاد الساعات هادو يعني هديه من الامارات. فشنو بقى مازال نقولوا؟ يعني السيده كتبرأ انه هادشي راه تباع لهاد السيد هذا وهاد الناس كاملين على انه هديه من الامارات. فاحنا كنطلبوا وكنستعطفوا من صاحب الجلاله انه يشوف من حالنا ومن حال التجار هادو اللي مساكن محرومين من وليداتهم. ما عندنا حتى شي حاجه من غير كاسيدي، كنطلبوك عفو عليهم يا سيدنا. لبقى صغيره يلا في السن تيتراوح. الله يجازيك بخير سيدنا. بغيت نوصل النداء ديالي لجلاله الملك، وكنترجاه يشوف من حالنا ويشوف من حال وليد ديالي. انا مازال بقى صغيره يلا في السن تيتراوح 20 عام، والابن ديالي في السن يلا كيف سنه، وبغيت غير يشوف من حاله. وحنا دمرنا نفسيا، وكنشوفوا في الجرائد تيقولوا عصابه اجراميه. هما واش كاين شي عصابه ما كيعرفوش بعضياتهم، كل واحد من مدينه، والله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب. الزوج ديالي مجرد تاجر، مجرد تاجر لا غير. هما كيبيعوا يشري في هذا الشيء ديال الذهب، وسميتو غير تصيد هاد التصيده هادي، والله ياخذ الحق. راه الحياه ديالنا تقلبات باقصى درجه. تجي في العائلات اصدقاء، تجي في الامهات، ودرس في الحياه انك مرك شري شي حاجه مصفوره، عمركم شريو شي حاجه مشفوره. جابك شي واحد شي سلسله الدب، جيب لي خويا روسي. الامر تيمشي المدى البعيد، كاو تاجر جات قالت له هذيك شرا، خطا هذا خطا. على عين بسلامه، كانت القصه نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. بسلامه، تشاومي كنتلقى شي فيديو.